البداية أود أن أتوجه بتحية خاصة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم الثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وذلك عما بذله من مجهودات فعالة على مدار المدة السابقة لرئاسته للمركز، والذي أثمرت حقيقة عن تحقيق العديد من الإنجازات المتعلقة بنشر ثقافة التحكيم بدولة قطر. وحيث إننا انطلاقا من تلك الإنجازات نأمل بأن نشهد وتشهد دولة قطر المدة القادمة تحقيق مزيدا من الطموحات والآمال المنشودة لنشر ثقافة التحكيم بالدولة وبكافة دول مجلس التعاون. وفي ذات السياق أود أيضا أن نشيد بالعمل الذي قام به سعادة الشيخ ثاني بن علي الثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على الدور الذي يلعبه في تطوير الفكر القانوني والعمل على نشر ثقافة التحكيم، وكذلك ما قدمه من اقتراحات بناءة في وضع الأسس والآليات اللازمة لتفعيل انتشار التحكيم على كافة المستويات والأصعدة. كما نشكر السادة المنظمون لهذا الحفل الكبير لمنحنا تلك الفرصة. نحن نحتفل اليوم باكتمال العقد الأول على تأسيس مركز قطر الدولي للتحكيم والتوفيق كي نناقش موضوعا من أهم الموضوعات المطروحة بشدة هذه الأيام على ساحة القضاء فيما يتعلق ببطلان حكم التحكيم، خاصة وأن المحاكم شهدت مؤخرا صدور أحكام عديدة ببطلان أحكام المحكمين المعينين من قبلها، وحيث أن السبب في ذلك يرجع إلى العديد من العوامل التي تدعو أولا أن نناقش مقدماتها القانونية من أسباب البطلان التي وردت في القانون المرافعات، وبيان مدى تعلق تلك الأسباب واتصالها اتصالا وثيقا بالمحكمين المعينين من قبل المحكمة والتي وكذلك المعينين من قبل مؤسسات التحكيم، وهو ما سيقودنا إلى بيان مغزى التفرقة بين كل من التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وذلك وصولا إلى النتائج الطبيعية التي جعلت من بطلان أحكام المحكمين المعينين من قبل المحكمة أمرا مفترضا قبل أن يشرع المتقاضين في أولى إجراءاتهم القانونية. فالقانون أيها السادة قد حدد أسبابا صريحة وواضحة لبطلان حكم التحكيم، من أهمها أن يكون حكم المحكم صادرا بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو وثيقة سقطت بتجاوز الميعاد، أو أن يخرج الحكم عن حدود الوثيقة المطروحة أمامها، وأيضا أن يكون الحكم قد صدر بخطأ فاضح في الإجراءات المطلوبة لإجراء التحكيم، وكذلك أن يخرج المحكم عن موضوع النزاع في وثيقة التحكيم. فكما يتضح لحضراتكم من مطالعة تلك الأسباب أن القانون قد اشترط شروطا خاصة للغاية كي يصدر حكم التحكيم سليما لا يشوبه أي شائبة قانونية، نجد في بعض تلك الأسباب ما هو متعلق بحكم التحكيم، ونجد في البعض الآخر منها ما هو متعلق بالمحكمة ذاتها. وحيث أن المحكم هو من يقوم بتطبيق ما نص عليه القانون وما اشترطته النصوص لصحة أحكامه، فإننا إزاء ذلك سنولي في كلمتنا أهمية خاصة للشروط التي يجب أن تتوافر في المحكم بشكل عام، والتي بسببها تصدر أغلب الأحكام القضائية ببطلان أحكام المحكمين خاصة المعينين من قبل المحكمة. فالدراية والمعرفة القانونية والإلمام بالتخصصات والتفاصيل الفنية المتعلقة بالمنازعات الاستثمارية تمثل مما لا شك فيه أهم السمات الجوهرية والضرورية التي يجب أن يتصف بها المحكم أولا، وذلك قبل أن يدرج اسمه في جدول المحكمين ثانيا، وأنه نتيجة لأهمية تلك السمات تشترط كبرى المؤسسات التحكيمية العالمية والإقليمية فيما يتقدم إليها بطلب إدراج اسمه في قوائم التحكيم لديها أن يكون حاصلا على دورات تدريبية في التحكيم من جهات معتمدة لديها، علاوة على أن يكون لديه قدرا وافيا من الخبرات السابقة في الفصل في المنازعات التحكيمية،
وبالجملة أن يكون مؤهلا تأهيلا كافيا لشغل وظيفة محكم دولي معتمدا لديها، وهو ما يجعل من تلك المؤسسات بمثابة بيئة قوية ومتميزة بما لديها من قدر هائل من المحكمين المتخصصين على كافة الأصعدة والتخصصات الفنية المتصلة بسوق الاستثمارات العالمية، وهو ما يؤدي إلى نهاية الأمر إلى أن أحكام المحكمين لدى تلك المؤسسات تكاد أن تخلو تقريبا من أسباب البطلان التي أشار إليها القانون، مع العلم بأن ذلك ليس مرهونا بما لدى تلك المؤسسات من محكمين على أعلى مستوى على أعلى المستويات الدولية، بقدر ما هو مرهونا بما لديها من أشخاص يتصفون بصفات المحكم باعتباره قاضيا اختاره المتقاضين للفصل في المنازعات. على الجانب الآخر، نجد للأسف أن أغلب المحكمين الذي يجرى تعيينهم من قبل المحكمة لا يتمتعون بالقدر الكافي من المؤهلات العلمية والشهادات والخبرات التي تمكنهم من أداء أدوارهم التحكيمية بكفاءة وبطريقة تضمن خلو أحكامهم من أسباب البطلان. فعلى سبيل المثال، يسهل العديد من المحكمين المعينين من قبل المحكمة عن الانتهاء من الفصل في المنازعة التحكيمية التي يفصلون فيها خلال الموعد المحدد بوثيقة التحكيم، وهو ما يجعل أحكامهم نتيجة لذلك عرضة للبطلان وفقا للشروط القانونية التي ذكرناها في البداية. بل إن الأدهى والأجل من ذلك أن العديد من هؤلاء المحكمين يصدرون أحكامهم دون أن يقدم الخصوم لهم وثيقة تحكيم من الأساس، علاوة على أن أغلب هؤلاء المحكمون يتعاملون مع القضية التحكيمية كما لو كانوا خبراء جرى تعيينهم لمناقشة الخصوم من منطلق حكم تمهيدي بتعيين خبيرا في الدعوة، وليس بصفتهم قضاة جرى اختيارهم بالفعل من قبل الخصوم. بالإضافة إلى ما تقدم، فإننا نجد أن أغلب هؤلاء المحكمون المعينون من قبل المحكمة لا يتمتعون بالقدر اللازم من المعرفة باللغة الأجنبية في الوقت التي يكون فيها الخصوم، قد اتفقوا على أن تكون اللغة الإنجليزية أو الفرنسية هي الأساس في تفسير طبيعة العلاقة بينهما، وكذلك هي الأساس فيما يقدم منهم من مذكرات ومستندات في القضية التحكيمية. وبما أن أغلب المحكمون المعينون من قبل المحكمة يفتقرون الدراية والتأهيل الكافي من اللغات الأجنبية، وأنهم نتيجة لذلك يتسنى لهم دراسة محتويات القضية إلا بعد ترجمة كافة أوراقها أولا، ومن ثم يجد الخصوم أمام حكم صادر ببطلان الحكم الذي يصدره المحكم، علاوة على أن الخصوم يجدون أنفسهم أمام منازعات فصل فيها على أساس اللغة العربية، في حين أنهم أنفسهم قد اعتمدوا لغة أخرى لتكون أساس وسند في هذا الفصل. وحيث أن ما تقدم يرجع السبب فيه إلى أن المحاكم تختار من قوائم المحكمين المدرجين لديها من ليس لديه أي دراية عن كيفية وشكل التحكيم من الأساس، كما يعز السبب فيما تقدم في عدم معرفة المتقاضون بمدى أهمية التفرقة بين التحكيم المؤسسي، وهو الذي يكون على سبيل المثال في غرفة الICC للتحكيم الدولي أو في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وبين التحكيم الحر الذي يتم عن طريق المحاكم العادية من خلال المحكمين المدرجين لديها، وذلك في حالة خلو شرط التحكيم من بيان الجهة المؤسسية، وهو ما يتعين معه ضرورة الإلمام الأطراف بمدى أهمية تلك التفرقة في بداية الأمر وقبل إبرام التعاقد بينهما، علاوة على ضرورة إدراكهم لأهمية التحكيم المؤسسي الذي يتم عن طريقة غرفة التحكيم الدولية المتخصصة، وكذلك إدراك خطورة التحكيم الحر الذي يكون من خلال المحاكم العادية كما أوضحنا سالفا. وعليه فإننا نتوجه بالنصيحة والإرشاد إلى الأخوة المستثمرين بأن تتضمن عقودهم شرط اللجوء إلى التحكيم المؤسسي، وذلك بتعيين الجهة التحكيمية في شرط التحكيم لإدراء خطورة اللجوء إلى التحكيم الحر الذي شاب البطلان العديد من الأحكام التي صدرت
وفقا له في مواضيع عديدة كما أوضحنا سابقا. كما نود أن نوصي في هذا الخصوص بأن تلجأ كبرى الشركات الاستثمارية إلى المراكز المعتمدة في دول الخليج نظرا للقدرات الفنية من المعرفة والتخصصات الفنية التي يمتاز بها محكموها، خاصة أن اختيار هؤلاء المحكمون يتم على نهج كبير للمؤسسات التحكيمية في العالم. وندلل على توصياتنا هذه بأن اللجوء إلى التحكيم المؤسسي يتناسب مع مميزات التحكيم فيما يتعلق منها بسرعة الفصل في المنازعات والتي لا تتوفر في القضاء العادي الذي يفتقد إلى تلك الميزة بالمقارنة بالمؤسسات التحكيمية، خاصة إذا أدخلنا في الاعتبار أن اللجوء إلى التحكيم الحر يتطلب ابتداء اللجوء إلى المحاكم العادية لتعيين المحكم أولا. ولا يخفى عليكم بأن هذا الإجراء هو من ضمن المعوقات التي تقلل بشكل كبير في سرعة الفصل في المنازعات التحكيمية، بأن يتم التوصية لدى الدوائر القضائية بأن يكون اختيارها للمحكمين من خلال المحكمين المدرجين بالمراكز المعتمدة في دول الخليج، وذلك لما يتمتعون به من تأهيل وشهادات متخصصة في النواحي الفنية والقانونية والمتصلة اتصالا وثيقا بطبيعة التحكيم، وكذلك كي نتجنب نزيف ظهور أحكام جديدة يشوبها البطلان كما أوضحنا سالفا. وفي الختام نشكر السادة الحضور لحسن استماعهم، كما نود أن نشكر السادة المنظمون على الجهد المحمود الذي بذلوه في خروج هذا الحدث الهام بالشكل المتوقع له والذي لمسناه منهم في الحقيقة منذ العام السابق، فلهم منا كل الشكر والتقدير ولكل من ساهم وشارك في هذا الحدث الكبير. مع شكري واعتزازي.